ولأننا بنكسب بالإرادة فمفيش إرادة مختلفة عند جمهور النادي الأهلي ولا مسؤولين النادي الأهلي ولا لاعبي النادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي. مباراة مختلفة عن أي مباراة في الموسم ده، مباراة هي مباراة محورية، هي اللي هتخلينا إما نكمل في أفريقيا إن شاء الله والموسم يكون موسم متكامل، أو هتحدث هزة إن شاء الله ما تحصلش أبدا. عشان كده الإرادة هي شيء مطلوب من كل من ينتمي للنادي الأهلي، جمهور، مسؤولين، لاعبين، وجهاز فني. أكيد مباراة هي عنق زجاجة كعادة البطولات اللي حصل عليها النادي الأهلي، ودائما البطولة بتيجي من عنق الزجاجة اللي احنا بنمر بيها في أي مباراة في دور الثمانية أو في دور قبل النهائي أو نصف النهائي. لكن الحقيقة مباراة النجم تحديدا احنا وضعنا نفسنا فيها بسبب تعادل مع بلاتينيوم، وكمان النجم كان موفق بشكل كبير جدا في السودان بنتيجة غير متوقعة بفوزه على الهلال السوداني، فده أشعل المجموعة وخلى موقف النادي الأهلي إلى حد ما صعب، ولكن بما إن الكورة بين أقدامنا فاحنا قادرين على الحسم إن شاء الله، خاصة واحنا عاملين مباراة النجم في سوسة أو في تونس كانت مباراة كبيرة جدا برغم إننا كنا ناقصين أيمن أشرف في الدقيقة 12 وكنا احنا المستحوذين واحنا المسيطرين. كل ما ينقصنا هو التوفيق، ورسالة لجماهير النادي الأهلي، نتمنى ما حدث في مباراة بلاتينيوم السابقة لا يتكرر مرة أخرى. أرجوك خليك في ظهر الفريق، الفريق محتاجك بشدة، الفريق محتاج يسمع صوتك مش يسمع سكاتك، محتاجين دعم كبير جدا، مؤازرة من أول دقيقة للاعبي النادي الأهلي، لأن أكيد جزء كبير جدا في مباراة بلاتينيوم اللي حدث في المدرج خد من تركيز لاعبي النادي الأهلي. نتمنى أن يكون لاعبي النادي الأهلي في قمة تركيزهم، وكمان جماهير النادي الأهلي الوفية تساعد على التركيز وإشعال روح الحماسة عند النادي الأهلي، لأن طبعا فارس جمهور النادي الأهلي دائما وأبدا هو رقم واحد في الملعب. أكيد يا أحمد، وعشان كده العدد قليل العدد كبير، أكيد كل مشجع هيكون موجود هيعمل أقصى ما في وسعه. بداية رئيس النادي إدى إشارة لما كان موجود في ميران النادي الأهلي، وكان حريص على مدار يومين إن هو يتواجد ويطمئن على أحوال الفريق، ودي عادة أي قائد إن هو يكون موجود وسط جنوده في اللحظات الحاسمة اللي دايما بنوصل فيها رسالة إن قد إيه المباراة مهمة وقد إيه المباراة محورية. من أول رئيس النادي مرورا بكل أطراف المنظومة تعي جيدا أهمية المباراة دي. أكيد وأكيد اللاعبين عندهم نفس الحماس، وكان بعض اللاعبين كانوا في اشتياق وفي انتظار لمباراة النجم الساحلي، في حديث مع بعض اللاعبين قال احنا منتظرين بالفعل مباراة النجم الساحلي، لأن هم حسوا إن هم اتخطفوا في تونس وإن التحكيم كان دوره مؤثر جدا في إننا يفقدنا لاعب زي ما قلنا. فأتمنى يكون الرد في الملعب يكون فيه هدوء فيه تركيز، قادرين بإذن الله على حسم الموقع دي، وإن شاء الله بإذن الله قادرين أيضا بس على مباراة الهلال السوداني، لكن نتخطى خطوة بخطوة، وأكيد فنيا احنا أفضل على مستوى اللعيبه وعلى مستوى المراكز. بيغيب عننا قوه ضربه جدا زي الكابتن رمضان صبحي، لكن بقيه اللاعبين قادره انها تسد ان شاء الله، وباذن الله تكون مباراه بتعيد الثقه تاني لجماهير النادي الاهلي في مشوار النادي الاهلي الافريقي اللي باذن الله باذن الله نتخطى دور المجموعات، وباذن الله لما نتخطى دور المجموعات هيكون مشوار النهائي اكيد مش سهل، لكن اكيد هتكون الفرصه كبيره جدا للنادي الاهلي، لان دايما لما يكون عندك موقف صعب كده بتتخطاه بتبقى الامور بعد كده اسهل بمشيئه الله.